أطلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية بعنوان ترانا موجودين، والتي تهدف إلى التوعية والتثقيف لأهم مبادئ الاستهلاك الذكي والمستدام وفق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين عبر مشاركة المحال التجارية الكبرى في محافظات مملكة البحرين. وفي ذات السياق، نظمت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة حملة تفتيشية للتأكد من توفر المستلزمات والأدوات المدرسية وصحة العروض الترويجية الخاصة بها، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة للمدارس، حيث قام مأمورو الضبط القضائي بإدارة التفتيش بتغطية الأسواق التجارية والمحال التجارية ومنافذ بيع المستلزمات المدرسية والتي يتم خلالها التحقق من توفر المستلزمات المدرسية الأساسية، بالإضافة إلى التأكد من صحة العروض الترويجية والتنزيلات التي تصاحب موسم العودة للمدارس لمنع أي تجاوزات أو غش تجاري. وكذلك يتم التأكد من تطابق أسعار السلع المعروضة على الرف مع سعرها عند نقاط الدفع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي مخالفات وممارسات غير نزيهة. حملة ترانا موجودين التي يقصد فيها أن إدارة حماية مستهلك متواجدين لجميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين في التوعية والتثقيف بحقوقهم وواجباتهم وفق قانون حماية مستهلك. أيضا إدارة حماية مستهلك متواجدة توعية المبدأ الاستهلاك الذكي والمستدام الذي يتمثل في تحديد الميزانية الأسرية مسبقا، ولله الحمد أغلب المحال التجارية تجاوبت مع هذه المبادرة عبر نشر العبارات والرسائل التوعوية في مختلف أرجاء المحل التجاري. ممكن من خلالها لفت أنظار المستهلكين المرتادين للمحلات التجارية خصوصا في المواسم والمناسبات مثل اللي الحين نشده فترة العودة إلى المدارس. شاركنا في كارفور البحرين اللي تملكها وتديرها ماجد الفطيم بشكل فعال لدعم المبادرة اللي أطلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة من خلال عرض الرسائل التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي جميع متاجرنا في مملكة البحرين، وأثرت هذه الحملة بشكل إيجابي علينا كشركة وعلى عملائنا. فمن تنفيذ هذه الحملة شاهدنا تحول ملحوظ في سلوك العملاء، وأصبح العملاء يعني أكثر وعيا بخياراتهم من حيث أن يأخذون الوقت الكافي لاختيارات المنتجات بعناية. إدارة التفتيش تحرص بتكثيف حملات الرغابية في المواسم اللي تشهد إقبال على السوق. تزامنا مع قرب عودة الطلاب للمدارس، قمنا بحملات تفتيشية للاطلاع على وضع السوق من حيث توافر أدوات واللوازم المدرسية، بالإضافة إلى التأكد من أن العروض الترويجية والتخفيضات مرخصة وواضحة وغير مضللة، وعرض الأسعار كذلك على جميع منتجات ومطابقة السلعة ومواصفاتها، ولله الحمد تبين عدم وجود أي مخالفات وأي ممارسات غير قانونية، بالإضافة إلى قيامنا بالدور التوعوي لأصحاب المحلات بالإجراءات والضوابط المتعلقة بالخصومات.